نشرة الظهر من القناة الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. جيش البحر يؤكد أن السفينة الغارقة في جيبس خالية تماماً من الغزوال، وأن التحقيقات متواصلة للكشف عن ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات. التوجهات الكبرى للإصلاح الجبائي وتطوير التعاون الفني بين تونس وصندوق النقد الدولي، محور مباحثات وزيرة المالية مع فريق من الصندوق. للأسبوع الثالث على التوالي تزداد حدة التوترات وتتصاعد وتيرة انتهاكات المحتل الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل في المسجد الأقصى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الموعد الإخباري. أكد العميد بجيش البحر المازري الطيف خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم بمدينة جابس حول آخر مستجدات السفينة الغارقة بخليج جابس، أكد أن عمليات الاستكشاف أثبتت خلو السفينة تماما من مادة الغزوال. بعد نحو أسبوع من عمليات الغوص والبحث لمعاينة وضعية السفينة التجارية إكزيلو الغارقة في خليج جابس، قال العميد بجيش البحر المازري الطيف في مؤتمر صحفي إن النتائج التي توصل إليها غواصو جيش البحر التونسيون والإيطاليون على حد السواء أثبتت خلو السفينة تماما من الغزوال. فوجئنا نتائج الصور والغواصين، معناتها ملاحظات الغواصين، فوجئنا إن الخزانات الأربعة مملوءة بماء البحر، ما فيها حتى قطرة غزوال. السفينة ما فيها ولا قطرة غزوال حاليا. العميد بجيش البحر الذي أشار إذن إلى أن عمليات منع تسرب محتمل للغزوال من سفينة إكزيلو لم تكن يسيرة بالنظر إلى دقتها وإلى سوء الأحوال الجوية، أكد أن عمليات الاستكشاف شملت خزانات السفينة وكل ما بداخلها وتمت في أكثر من مناسبة، وأثبتت أن السفينة لم تكن معدة أصلا لنقل المحروقات. الأخر أنه يعني البابور هذا السفينة هذه ما هيش كانت تستغل لنقل المحروقات. كمان زدنا طلعنا البرج قيادة، البرج قيادة تبين أنه مهشم مكسر مدقدق، وفما حتى أجهزة متاع ملاحة تم اقتلاعها ومش موجودة. كما أضاف العميد المازري الطيف بأن عمليات الغوص تتوقف مبدئيا إلى حين الانطلاق في عمليات انتشال السفينة من قاع البحر، مؤكدا أن التحقيقات ستأخذ مجراها للكشف عن ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات. بالتوازي مع مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن بعد، بحثت وزيرة المالية سهام البغديري نمصية مساء أمس خلال اجتماع افتراضي مع فريق من صندوق النقد الدولي، بحثت التوجهات الكبرى للإصلاح الجبائي وتطوير التعاون الفني بين تونس والصندوق في هذا المجال. التوجهات الكبرى للإصلاح الجبائي وتطوير التعاون الفني بين تونس وصندوق النقد الدولي في هذا المجال مثلت محاور اجتماع افتراضي بين وزيرة المالية سهام البغديري نمصية وفريق من الصندوق. وقد استعرضت نمصية الملامح الكبرى لبرنامج الإصلاح الجبائي الذي يهدف إلى تبسيط الجباية وتوحيد النسب ومزيد تكريس مبدأ العدالة الجبائية، إلى جانب توسيع القاعدة ومقاومة التهرب الضريبي واستكمال برنامج رقمنة إدارة الجباية. وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية ضبط الطرق العملية لتعزيز التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي في هذا المجال من أجل الاستفادة من التجارب المقارنة ووضع الآليات الفنية المناسبة لإنجاح هذا الإصلاح على المدى القصير والمتوسط. كما تشارك وزيرة المالية عن بعد في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تشارك فيها تونس حضوريا عبر وزير الاقتصاد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي. وتتطلع تونس من خلال جولة المحادثات المستمرة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي إلى التوصل إلى اتفاق مالي لتمويل ميزانية الدولة للسنة الجارية. رغم ما شهدته أسعار الخضر والغلال من انخفاض بالسوق المركزية بسيدي بوزيد، ما زال المواطن يتذمر من ارتفاع أسعار البعض منها مطالبا بتكثيف المراقبة الاقتصادية.
انخفاض ملحوظ شهدته أسعار الخضر والغلال بالسوق المركزية بمدينة سيدي بوزيد خلال هذه الفترة، إلا أن المواطن لا زال يشكو من غلاء الأسعار ويطالب بتكثيف المراقبة الاقتصادية. توام كل شيء غالي، ما قدرتش حتى لا شيء. أسعار غالية، الزوالي ما يقاش روحوا معه، ولهنا زادة في المرشي. هذا مراقبة الأسعار ما ثمش مراقبة الأسعار. وجهوا صوتنا للسلطات هذه تراقب وتشوف. ومراقبة الاقتصادية يكون نهار جينا بثلاث أربع مرات كل نهار. فهمتوا؟ الأسوام مقبولة ولادي، الأسوام مقبولة مواطنين، الأسوام راهي مقبولة. كل الغلة صحيح الغلة غالية شوية، ذيك هي الأسوام، الغلة ناقصة في الوقت هذا، الغلة تبدا ناقصة. خدمتنا نحن أول حاجة، نحن ناخذ مخدر الكل نجيبه في السلعة من المرشي الجملة بالكريدي. كنا نحن ما معناتها ما نكردوش، خلاص معناتها نلقوا مسوارنا وامورنا مريقله ولاباس علينا. تو معناتها ضروري باش تاخذ من عنده، سواء معناتها بالكادونس ولا ما غير كادونس، ضروري انك تاخذ من عنده. بقديش البطاطا ما يمسع علينا ب 17%؟ لا يقول لك اخويا ب 18.50 ولا ب 19%. ايش نعملنا؟ يلزمني نجيب ونبيع باش نلقط لقمه صغاري وما عندي ما نعمل. من جانبه افاد المدير الجهوي للتجاره وتنميه الصادرات بسيدي بوزيد ان فرق المراقبه الاقتصاديه سجلت حوالي 400 مخالفه، وخصصت في النصف الثاني من شهر رمضان فرق مراقبه ليليه. بالنسبة لأسعار الخضر والغلال خلال هذه الفترة، معناها ثلاثة أيام والأربع أيام التالي، سجلنا معناها انخفاض ملحوظ في الأسعار هذه. الانخفاض هذه باش يتواصل خلال الفترة القادمة باعتبار أنه الإنتاج ماشي ويتزايد. بالنسبة للعمل الرقابي خلال النصف الثاني من شهر رمضان، انطلقنا فيه كيف من نهار 15 رمضان، ولا يشمل الحصة الليلية ويشمل قطاعات عديدة تشهد معناها حركية خلال الحصة الليلية، على غرار المقاهي ومحلات الملابس الجاهزة والأحذية ومحلات بيع المخارق والزلابية والحلويات التقليدية. وأحنا في إنصات تام للمواطنين والمستهلكين من خلال تقبل التشكيات على الرقم الأخضر أو من خلال اتصال مباشرة بالإدارة الجهوية هنا، وقاعدين نتفاعل معهم ونخرج في أي وضعية لمعالجة هذه التشكيات. ويبقى تكثيف الرقابة بسوق الجملة بالجهة مطلبا ملحا لعدد من تجار التفصيل، والذي من شأنه أن يؤثر إيجابيا على الأسعار. على هامش مشاركته في الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة المنعقد أمس بالعاصمة الأردنية عمان، أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مشاورات مع نظرائه في فلسطين ومصر وقطر. وتطرق لقاء الجرندي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي إلى تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في القدس الشريف. كما شدد الوزيران على ضرورة العمل على جميع الأصعدة الدولية ثنائيا ومتعدد الأطراف من أجل كشف مخططات الاحتلال الممنهجة والرامية إلى التهويد التدريجي لمدينة القدس الشريف. وتناول لقاء الجرندي بوزير الخارجية المصري سامح شكري العلاقات الثنائية والاستعدادات الجارية في أفق انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وتم خلال المحادثة التي جمعت وزير الخارجية بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التأكيد على عمق الروابط التي تجمع بين البلدين وعزمهما المشترك على تدعيم أواصر الأخوة والتعاون القائمة والمضي بها نحو الأفضل. في أخبارنا العربية والدولية وفي الشأن الفلسطيني، وللأسبوع الثالث على التوالي تزداد حدة التوترات وتتجدد الاشتباكات بالمسجد الأقصى بين قوات المحتل الإسرائيلي والفلسطينيين لتسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين. دبلوماسيا دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى ضرورة وقف التصعيد وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة في وطنه. مع كل دقيقة تمر في الحرم المقدسي تزداد حدة الانتهاكات للمحتل وتتسع دائرة قمعه لتشمل كل الفئات العمرية وكل الأماكن لا رادع للمحتل الإسرائيلي، فلا احترام للاتفاقيات الممضاة ولا للتعهدات الدولية ولا حتى للتهديدات المضمنة في البيانات. وآخر هذه البيانات بيان الدول العربية أمس في اجتماعها بالأردن. اليوم كما أمس المشهد نفسه، توتر في القدس الشرقية في يوم الجمعة وفي الأسبوع الثالث من رمضان، تجدد للاشتباكات بين جنود المحتل والمتظاهرين الفلسطينيين المدافعين عن مقدساتهم وأراضيهم.
آلاف الفلسطينيين توافدوا اليوم على المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، وبداخلهم تحد كبير للمحتل، فهنا أرضهم وموطنهم. الاقتحام هذه المرة خلف كالعادة عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبحالات اختناق. التحركات الدبلوماسية في مثل هذه الأحداث كانت سريعة، وإيصال صوت القضية كان مرتفعاً كعادته، فالأحداث تتسارع والانتهاكات تتفاقم. الرئيس الفلسطيني محمود عباس عجل بالاتصال هاتفياً بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإحاطته علماً بالتوتر في مدينة القدس المحتلة، مطالباً بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأطلع عباس غوتيريش على الاعتداءات الوحشية لقوات المحتل ومجموعات المستوطنين التي تقوم بشكل يومي باقتحام المسجد الأقصى، وأشار إلى أن الاعتداءات تسببت في جرح واعتقال المئات من الفلسطينيين، ودعا الأمم المتحدة إلى حشد الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وسلام وأمن وكرامة في وطنه. من جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة اتصالاته مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة لوقف التصعيد، مشددا على مواصلة الجهود لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لمواصلة أداء عملها. صوت البرلمان اليمني أمس بالإجماع على منح الثقة للحكومة برئاسة معين عبد الملك، فيما أوصت لجنة برلمانية بأن تعمل الحكومة على استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب. بعد حوالي 16 شهراً من تشكيلها، منحت حكومة معين عبد الملك الثقة بأغلبية الأصوات في البرلمان اليمني خلال جلسة انعقدت أمس في العاصمة المؤقتة عدن بعد تعثر انعقاد جلساته في مناسبات متتالية. كما أقر البرلمان ميزانية الحكومة وبيانها المالي. جملة من التوصيات رفعتها لجنة برلمانية مكلفة بمراجعة برنامج الحكومة الجديدة، أهمها أن تعمل الحكومة بكل الوسائل وأن تتخذ كافة الإجراءات لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وتعزيز دور القوات المسلحة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الأمن والاستقرار. كما دعت الحكومة إلى الالتزام بتمويل عجز الموازنة وإعادة بناء منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعتها أيضا إلى العمل على إعادة الإنتاج والتصدير في قطاع النفط والغاز ونقل مركز الاتصالات من صنعاء إلى عدن في أسرع وقت ممكن وتحسين خدمات الكهرباء وتطويرها. وفي تعقيبه على هذه التوصيات أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك التزام الحكومة بتنفيذ ما جاء في برنامجها ومقترحات المجلس رغم الظروف الاستثنائية التي تعمل فيها حكومته والتحديات والصعوبات المتعددة التي تواجهها. كما شدد في تصريح صحفي عقب الجلسة أن الحكومة ستعمل على تجاوز المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد والالتزام بالمخططات السياسية لمجلس القيادة الرئاسي ومخرجات المشاورات اليمنية المنعقدة في الرياض تحت إشراف مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكانت الحكومة اليمنية تشكلت في ديسمبر 2020 مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية وفقا لاتفاق رعته الرياض، وتعثر منذ ذلك الحين انعقاد مجلس النواب لمنحها الثقة. وقد سارعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى التعبير عن دعمها لليمن وقيادته الجديدة لاستكمال استعادة الدولة وتنفيذ برنامج الإصلاحات. كان ذلك في مكالمة هاتفية أجرها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني. قال مصدر أمني عراقي إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الدولي السريع في ناحية اليوسفية جنوب بغداد انفجرت لدى مرور رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي، مبرزا أن التفجير لم يسفر عن تسجيل إصابات بشرية في عملية هي الثانية من نوعها خلال ساعات. طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدات عاجلة لجيش بلاده بعد أعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيطرة قواته على مدينة ماريوبول. في الوقت الذي اشتدت فيه وتيرة القتال في عدة مناطق شرقي أوكرانيا وعقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيطرة قوته على مدينة ماريوبول ومحاصرة مصنع ضخم للصلب يتحصن به الأوكرانيون الذين رفضوا إنذارا سابقا بالاستسلام،
شكك الرئيس الأمريكي جو بايدن في سيطرة القوات الروسية على المدينة الأوكرانية بصورة كاملة، داعيا نظيره الروسي إلى السماح بمغادرة المدنيين من المدينة. وباتت ماريوبول التي يقطنها حوالي 400 ألف نسمة شبه مدمرة بالكامل جراء القصف والمعارك، ولتشهد أسوأ أزمة إنسانية. ووفقا للتقديرات الأوكرانية، لقي عشرات الآلاف من المدنيين حتفهم في ماريوبول، وتقدر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد الضحايا المدنيين بالآلاف على الأقل. من جانبه، أطلق رئيس بلدية ماريوبول نداء جديدا من أجل الإخلاء الكامل للمدينة الواقعة جنوب أوكرانيا، مشيرا أن عملية الإجلاء تواجه مصاعب عديدة وأن 200 شخص ينتظرون المغادرة، لكن لم يصل إليهم ما يكفي من الحافلات. وأمام تطور الأحداث، طالب الرئيس الأوكراني زيلينسكي من الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدة عاجلة لجيش بلاده، مؤكدا أنه بعد المحادثات مع رئيسي وزراء إسبانيا والدنمارك أن كييف في طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. في أخبار الرياضة، أعلن مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في ختام اجتماعه مساء أمس، أعلن قبول إثارة هلال الشاب شكلا ورفضها أصلا واعتماد النتيجة الحاصلة على الميدان. ومن جهته، أكد هلال الشاب اعتزامه التوجه إلى هيئة التحكيم الرياضية الدولية للطعن في قرار الرابطة. وكان هلال الشاب تقدم بإثارة تخص حضور رئيس النادي الإفريقي المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، رغم تدوين اسمه على ورقة تحكيم المقابلة التي جمعت النادي الإفريقي بمستقبل سليمان. يسعى الترجي الرياضي التونسي إلى تحقيق تأهل جديد للدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، عندما يستضيف مساء اليوم بملعب رادس نادي وفاق الصيف الجزائري في إياب الدور ربع النهائي. ويتطلع الترجي الرياضي المتعادل دون أهداف في لقاء الذهاب إلى الانتصار ومواصلة المسيرة نحو الفوز بلقب رابطة الأبطال الإفريقية للمرة الخامسة. وسيدير الحكم المغربي رضوان جياد مباراة الترجي الرياضي ووفاق ستيف التي ستقام دون حضور الجمهور. قاعدين نحضروا في أخبار الثقافة، وعلى هامش ليالي المدينة بالقصرين، أحيت فرقة قناديل للفنان محرز العبيدي عرضا فنيا بعنوان موال وارتجال ضمن برمجة للطربيات. ويتضمن برنامج ليالي المدينة عروضا فنية ومسرحية متنوعة. بين أوتار عوده أو سلطان الآلات الموسيقية وجالب المسرات، أخذنا الموسيقار والملحن محرز العبيدي في جولة بين دروب الطرب الأصيل بألحانه وكلماته، أمتع عشاق الطرب المتعطشين إلى الموسيقى الهادئة وإلى ذلك الزمن الجميل. موال وارتجال هو عرض موسيقي طربي نخبوي نوعا ما، في ظل الموجة متاع الموسيقى السريعة والصاخبة حبينا نعملوا شوية هدوء للجمهور اللي يبحث عن الهدوء. قمنا بسلسلة من العروض في شهر رمضان، هو الموضوع هذا مجعول خصيصا لسهرات رمضانية، حاجة يعني تفرح برشا سادة يعني المشاهدين اللي تابعوا في العرض. حقيقة يعني عزف ممتع ورائع للغاية، يخلي المستمع فرحان وشيخ ما شاء الله. كما تعرفوا العود آلة 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 جميلة جدا. يعني ألحان عانقت نسمات ليلة من ليالي المدينة، هذا المهرجان الذي يضفي طابعا خاصا على ليالي رمضان المعظمة كل سنة بباقة العروض المقدمة والتي تحترم كل الأذواق. اليوم جيت خصيصا باش نحضر العرض نتاع موال وارتجال، لأني أنا مسبقا نعرف اللي هو باش يكون عرض رائع، عرض ممتاز،
لأنه بصراحة اللي يقول محرز العبيدي يقول فن راقي، يقول موسيقى رائعة، موسيقى تاع الناس الذواقة. كانت سهرة رائقة ورائعة، فهمتني، تستحق كل تشجيع، وإن شاء الله تتكرر هذه المناسبات في ولاية القصرين. البرمجة متواصلة إن شاء الله باش تنتهي يوم 30 أبريل. مجموعة من العروض المسرحية والموسيقية تتخللها أيضا عروض حكاويات للأطفال، عروض يعني مداح وأذكار وغيره. إن شاء الله الجمهور يكون مواكب الفعاليات هذه. في يالي المدينة مهرجان انطلق منذ 7 من الشهر الحالي، وانتظم هذه السنة بالمعهد الجهوي للموسيقى بالقصرين، وما تزال الدعوة مفتوحة أمام عشاق الفن والموسيقى إلى غاية 30 من الشهر الجاري. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، ونذكركم بعناوينها. جيش البحر يؤكد أن السفينة الغارقة في جابس خالية تماما من الغزوال، وأن التحقيقات متواصلة للكشف عن ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات. التوجهات الكبرى للإصلاح الجبائي وتطوير التعاون الفني بين تونس وصندوق النقد الدولي محور مباحثات وزيرة المالية مع فريق من الصندوق. للأسبوع الثالث على التوالي تزداد حدة التوترات وتتصاعد وتيرة انتهاكات المحتل الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل في المسجد الأقصى. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على موقع التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة، والشهية طيبة للجميع.